اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. في اسئله كتيره جاتني ومحتاج ان انا اجاوب عليها في فيديو واحد، والفيديو ده اتمنى ان جميع المشتركين عندي في القناه يسمعوه لحد اخر الفيديو. اسئله انا طبعا كتبتها على الموبايل عندي علشان ما انساهاش. ما بين ايه بقى؟ ما بين الاوفر اللي بيجي لك في مصر، هل هو يعتبر عقد يربطك بالراجل هنا ولا لا؟ والناس اللي بيجي لها عقود سنتين، هل ده افضل ولا سنه افضل؟ فترة التجربة اخلي بالي من ايه، وايه الحقوق بتاعتي في فترة التجربة، نقل الكفالة والخروج النهائي ولا موضوعنا للكفالة افضل، والاقامة بيتم اصدارها بعد وقت قد ايه، الشروط الجزائية اللي بتيجي على الناس او ان الناس بتتفق عليها في مصر بحاجة وتيجي هنا تلاقي العقد مكتوب فيه شرط جزائي تاني. ماشي، مكاتب السفريات المفروض كده اديها رينج كام في الوقت اللي احنا فيه ده، وهل مكتب السفريات مسؤول عنك لما توصل هنا ولا مسؤوليته خلاص اول ما بتطلع من مصر، مسؤوليته خلاص كده ايه شال ايده من كل حاجه، وهل يحق ان انت تطالب مكتب السفريات باي مبالغ او باي دعوه او باي شيء بعد ما تمشي من مصر ولا لا، وايهما افضل، تاشيره الزياره ولا تاشيره الحره وتكلفتها كده. خلونا النهارده موضوع ان شاء الله مش هيزيد عن 10 دقائق، اقعد اسمع في رواقه كده. اول بند الاوفر اللي بيجي لك وانت في مصر، هل ده يعتبر عقد ما بينك وما بين الراجل؟ لا، عشان الناس ايه اللي هم بيبعت يسال على اوفر وايه رايك ومش عارف ايه، طب لو سمحت ما تقولش عن المعلومات اللي فيه. هو اولا احنا كده ما بنذكرش معلومات، بس ده مجرد يعني كلام كده، شفت زي الخطوبه كده، ده مجرد عقد كلام لا يربطك باي شيء خلاص، فانت ما تقلقش من الموضوع ده. وجالك اوفر ورفضته والورقه راحت في اي داهيه ولا تشغل بالك خالص، دي حته ورقه اي واحد عنده فوتوشوب بيقدر يعملها. فدي اول نقطه. تاني حاجه، العقود السنتين ولا سنه افضل؟ انا كوليد بفضل السنه بصراحه، يعني لان السنتين كتير، و في ناس بتستحمل عادي الناس تقعد سنتين وثلاثه واكتر ودماغها كده، وفي ناس ما بتحبش ان هي تقعد فتره اطول من اللازم او فتره طويله. سنتين انا بقول عليها لا، ليه؟ لان انت ممكن في خلال اصلا فتره تجربتك تزهق اصلا، تمام؟ فخلينا يا عم لا، احنا نقول اللي هو السنه، وتنزل اجازه تاخد اجازتك السنويه، وبعد كده تيجي تكمل كمان سنه، تجدد كمان سنه خلاص. وفي ناس بتتقبل موضوع السنتين، ممكن يجيب اهله هنا ويتعامل والدنيا تمشي. في عقود هي بيجي لها سنه، وفي عقود بيجي لها سنتين، خلاص الدنيا قفلت معاك وهي سنتين، يتوكل على الله. بس طبعا على حسب بقى ايه الحاجات اللي احنا قلناها، المكتب والمرتب وي والقصه دي. طيب فتره التجربه، لان انا برضو لاحظت في حد بعت لي بيقول لي انا في خلال فتره التجربه دي الكفيل هم ما توفقوش مع بعض، والكفيل عملوا خروج نهائي، وباقي لك انك تقعد 60 يوم في السعوديه الفتره المسموح بيها، وبعدها بيبقى في غرامه، تمام؟ الراجل الكفيل مضاه على ورق ان هو يقعد الفترة دي يشتغل معاه، تخيل. انا طبعا لو بص، لو هتمسك الطيار العالي انا مش هقبل الورق ده خالص، وانا طبعا يعني اديت ان هو وافق على القصة دي، ممكن هو له اسبابه عشان بس يعني برضو ما نظلمش الناس. ولكن لو حصل معاك كده في فترة التجربة وانت حاسس بظلم، تمام، معاك ورقك ونصيحة بقى خوية اهو، واتمنى تكون وصلت للدقيقة دي، جميع الاوراق بدايه من مصر لشهاداتك، لورقك لشهادات الخبره للبطاقه، كل الورق ده تكون مسيفه عندك بي دي اف خلاص، لنتيجه الكشوفات لحد ان شاء الله رب اول مرتب ما بينزل لك تحويل من الشركه دي، تمام، احتفظ بيه عندك بي دي اف عندك، عشان لما يحصل حاجه، ممكن انت اتظلمت في فتره التجربه دي والراجل الظالم راجل جاحد وعايز يمشيك وخلاص، ده وارد جدا، وارد ان انت بقى انت اللي غلطان، ده وارد وده وارد. بس احتفاظك بالاوراق دي لما انت تروح مكتب العمل تقول له والله عندي مشكله 1 2 3 وانا مشكلتي انا عايز حل ليها وبتاع، على الاقل هيبقى معاك ايفيدنس او ادله اللي انت مظلوم فيها خلاص. ممكن تبقى مش مظلوم والنتيجه ان انت لم توفق، مش هنقول انك، حتى لو هقول لك ان انت فشلت في التجربه دي في فتره التجربه خلاص، وابدا من جديد. معلش كلنا بنقع، كلنا بيجي فترات، وانا جيت في 2016 وقعدت وحصل مشاكل وجيت وجت فرصه ثانيه وراحت واشتغلت، ما تقعدش خلاص، ومن يتوكل على الله فهو حسبه خلاص. طيب
في خلال فترة طويلة ينفع انقل كفالة ولا لا؟ الموضوع ده انا سألت فيه ناس كتيرة جدا، ما ينفعش، لازم يكون عدى عليك سنة. فانت لما مثلا لو اتيحت ليك حد وفر لك تأشيرة بتنزل، ومعلش ونصيب يعني، انا عارف الموضوع صعب، ولكن انت حاول تكون يعني علاقتك بربنا كويسة عشان نفسيتك تبقى كويسة، عشان تبقى متقبل للحاجات اللي انت هو ازاي حصل لي كده. فانا دايما بقول كده خلاص، فانت هنزل مصر والتأشيرة تعمل تاني والكشوفات والقصة تاني، وبعد كده ترجع وربنا يوفقك. فنقل الكفالة في حتة خلال 60 يوم، لازم يكون عدى عليك سنة، لازم يعدي عليك سنة وبعد كده ايه تقدر ان انت تنقل. لكن في فترة التجربة دي ما فيهاش، وخلاص راجع عمل لك خروج نهائي، حتى لو جيت تروح لحد وعايز قال لك انا هجيب لك تأشيرة وتعالى، الراجل التاني ممكن ما يوافقش. طيب بعد كده من النقط برضو او المشاكل، عدم الالتزام بالبنود اللي موجودة في العقد. انت دلوقتي اتفقت هناك في حاجة في مرتب، وتيجي هنا تغير، يغير المرتب معاك. لو لقيت الموضوع مش بعيد، ناس كتير بيحصل معايا، طب انزل ولا خليني؟ بص يعني عايز اقول لك استعد ربنا، ونفس الوقت ما تخليش بقى مده طويله، يعني خلي اللي هو سنه. وفي ناس تقفل معاها، لو بص لو ايه لازم خلاص انا اللي احنا اتفقنا عليه ما تغير. طبعا مش كله كده، وخلي بالكم السعوديه ما شاء الله يعني من الدول المحترمه في قصه عقود العمل ومكتب العمل، دلوقتي يجيب لك حقك. بس زي ما بقول لك كده ايه، لما الموضوع فعلا يعني اللي هو ايه، بقول لك 1+1=2، انت دلوقتي مثلا غلطان في حاجه، هو اللي غلطان في شيء وجع عليك، وانا عندي عقد، الراجل بيقول لي انا مرتبي مثلا 3، هو عايز يديني 2، يا عم انا عندي عقد اهو ومتسجل في قوه، انت ليه عايز الحاجات القانونيه هنا؟ ما فيهاش هزار، ما فيش هزار، انا بقول لكم يعني، مش بقول كده يعني عشان الواحد موجود، لا فعليا من اكتر يعني الالتزام بالقوانين والحاجات دي ما بتجليش. ماشي، ربنا يبارك لهم طبعا، ونتمنى الموضوع ده يكون على كل الشركات والمؤسسات، اللي هو العقود تبقى مكتوبه بصيغه كويسه وتبقى في صالح الايه الناس اللي شغاله. بعد كده خروج نهائي ولا نقل كفاله، ده احنا قلناه. مده اصدار الاقامه، انت لما بتيجي المفروض بعد فتره التجربه بيبدا لك في اجراءات الاقامه. في ناس والله في خلال اول شهر الراجل شافوا ان هو كويس فبيعمل له الاقامه، والاقامه تاخد لها مثلا اسبوع لاسبوعين، بتبقى تتعمل وتبصم ودنيتك تبقى تمام، وكل الداتا بتاعتك على كل المنصات، ويتخلص دنيتك حساب بنكي وبتاع كل حاجه. طيب الشروط الجزائيه، في واحد جه هنا اشتغل فتره تجربه بتاع، الراجل عايز يمشيه، فبيقوم عامل له عقد جديد، او اول لما بيجي باشا انت شرط جزائي. كان واحد كان في مهندس كهرباء بيحكي، الكفيل كان مرتبه 5000، الكفيل كان دوره 19، الناس اللي هتسال الكفيل عامل له شرط جزائي 55000 ريال. تخيل كده، انتوا لو انت وصلت معايا للدقيقه دي، لو انت مكانه هتقبل ولا هتقول له مع السلامه؟ اتمنى تجاوبوني على الجزئيه دي. انا شخصيا لو اتحطيت في موقف زي ده، انا عارف ان الظروف هي اللي هتحكم، بس يعني ما تقبلش. لو انا هقول لك لا يعني لا، صعب صعب جدا يعني. ماشي، وفي ناس بتقبل عادي، ودي بس يعني احنا طبعا محدش عايز ظروف الناس، عشان بس برضو ايه ما نبقاش جايين على الناس. طيب تعالى بقى ايه الحاجات بقى السريعه او المهمه برضو، هل مكتب السفريات مسؤول عنك هنا ولا لا؟ وهل ليك اللي انت تطالب مكتب السفريات باي مبالغ بعد ما تمشي من مصر؟ الاجابه لا، الاجابه لا، لان انت خلاص انت مفيش اصلا تعاقد ما بينك وما بينه، ولا في اي حاجه تقدر تثبتها عليه، ولا ده الفلوس حتى لما تدفع له العموله تمام ما بتاخدش ايصال، يعني مش كله. حتى لو صراحه قال انا عايز ايصال، يا انت مش واثق فيا والكلام الهكس اللي انتوا عارفينه ده. بس زي ما بقول لك كده، لو ما فيش اي ايصالات، مفيش اي حاجه، لو هو ضرك بس انت طلعت من مصر وتاشيرتك جت وبتاع، هو ملوش دعوه بيك هنا، لان انت خلاص خرجت صيغه التعاقد اللي ما بينك وما بينه. ماشي، فطبعا عشان كده بقول لمكاتب السفريات اتقوا الله في تعاملكم مع الناس، والاستغلال ابعدوا عنه. طيب اخر سؤال وانا جاوبت عليه في فيديوهات تانية، التاشيره الحره ولا التاشيره الزياره؟ لسه الفيديو اللي قبل ده على طول، التاشيره الحره لا تلجا ليها الا لما بص تغلق كل الابواب ومفيش عقود والدنيا واقفه وبتاع، وانت عايز تجازف وتجرب، توكل على الله. تاشيره الزياره هتستلزم ان انت ترجع مصر، لو ربنا وفقك مع حد وقال لك تمام انت كويس وانا عايزك اعمل لك تاشيره، تنزل مصر تخلص اجراءاتك وتيجي. بس خلاص ربنا يوفقكم، وفي اسئله كتير ابعتهولي وهجاوب عليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير، ما تنسوش لايك سبسكرايب شير،
وبس خلاص معلش هقطع. سلام.